السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح هذا اليوم يوم الاثنين 26 يوليوز 2021 الثامنة ونصف التوقيت المحلي، السابعة ونصف التوقيت غرينتش. الصوت ضعيف، الجوبرو مازال كنصور بها، مازال ما تحتش الفرصة باش نحط واحد الميكروفون ونزيد ندعم به الصوت. على أيين الصوت غيكون شوية مسموع بشديد في المستوى منخفض جدا. إذا غادي ندير صور صباح هذا اليوم، الطريق الدائرية مجمع البحرين، كنتواجدو في طريق وطنية رقم واحد، طريق الرباط. إن شاء الله ندخلو في الطريق ديال المطار على اليمين، غادي نجبرو الرامبون اللي غادي يدينا نمشيو عبر الطريق الدائرية مجمع البحرين، غادي يدينا الأشقر. خلف العرفان شاطئ أشقار، ننظر على اليمين، هذه البداية ديال الطريق الدائرية. تم افتتاحها مؤخرا في هذا الشهر يوليوز، اللي يكون درت فيها جوج فيديوهات اثناء المراحل الأخيرة ديال الأشغال في شهر مارس. وسط المدينة على اليمين عبر حي بوخلف، خليت طول هذا الطريق 5.5 كيلومتر. اليوم الجوج في منزلة صمايم بداو البارحة، كان باردين، باقي الصباح هذا اليوم باردين، نتمنى الله سبحانه وتعالى يكون باردين هاد السنة، ما قادين على حرارة. هاد الجهة كاين اللي كان مسمي سابقا المطار بوخلف، اللي قرابين للطريق كاين اللي على اليمين جميلة. نتمنى انه يبقى هادشي بعدا واحد الفضاء مفتوح على
على جلبات الطريق، يديروا شويه ديال الغابه باش الناس يتمشوا على الاقل في الايام ديال الحر. كذلك ما يبنيوش باش ما يضيقوش على الطائرات، ما نعرف شي مرات هاد الطائره تلقى عاود في شي عماره خاوي ندوز ليها. هادشي كيخلع بزاف. الشهر ديال جميلة هو مور هاد الجهة هادي، هو اليوم الأول من العودة للعمل بعد العطلة ديال العيد، عيد الأضحى اللي كان عيد الأضحى يوم الأربعاء مرة كامل جلس. الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، اليوم يوم الاثنين. ولكن عادة مدينة طنجة معروفة كيبقاو 10 أيام ما كيفتحوش. بالنسبة للحرفيين وبعض الصناع ملي غنوصلو الرامبوان ديال الطريق اللي كتلاقى مع الطريق الإقليمية، معرفش الرقم ديالها 4000 و 6400 ولا شحال معقلش بالضبط. على أيين على اليسار كتمشي في اتجاه مدينة بالطوطة، وثم طريق أخرى واحد جزء آخر غادي نصورو دابا في فيديو آخر اللي غيدي المستشفى الجامعي. كيبقى في الاتجاه ديال اليسار، إذن وسط المدينة عبر مغرة رقل، على اليمين شاطئ الشقارة هو قدامنا كذلك، وكزنايا حتى هي قريبة. الجو ديال البحر يوم البارحة كان الجو جميل جدا حتى هذا اليوم، ولكن هذا الشاطئ الحذر منه، ثم الحذر منه خطير جدا. إذا وصلنا إلى نهاية الطريق، جزء من الطريق الدائرية. زادوا محط بلاك أخرى جديدة، المركز الاستشفائي الجامعي على اليسار. هذه الرجعه هنايا